كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نفصل معكم واحد الدجاجه، واخا غسلتها وفصلتها نصف صاله، ولكن باش نديروها في الشوايه خاصها تزيد تقطع مزيان، تكون غير طرفه صغار باش يلا كطيب لينا مزيان. وغادي نوريكم واحد التتبيله اللي ساهله اللي كتخلي اللحم ديال الدجاج بحال هكا يبقى فتي. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ الصدر هو الاول، راه كما قلت لكم راه غسلته ورقدته درت له شويه الملحه ضروري باش يلا كيتجمع كيجي بنين في الماكله ديالو. بالطريقه هذه الدجاج السر ديالو باش يبقى فتي في الماكله ديالو في ملي كطيبو هو انه خاص تشرملوه وتخليوه واحد المده عاد باش طيبوه، وما الا جبتوه عاد مازال جديد وطيبته كيجي قاصح في الماكله ديالو وما تيجيش زوين. هذا هو السر ديالو انكم تشرملوه وتخليوه في الثلاجه راه كيبقى فتي فين ما بغيتو طيبوه. انا راه كنطيبو حتى في آلة البانيني وكيجي على مزوينته كيجي محمر بحال مشوي في يعني على الفحم. نقطعو كله بحال هكا يا صغير باش يلا يطيب ليا في الشوايه وما ياخذ ليش وقت بزاف. حتى العظام حتى هما ما غاديش نستغنى عليهم، راه كاينين الناس اللي كيبغيو العظام يعني بلا ما نحيدهم، ولا تقدروا نتوما الا ما كتبغيوهمش تحيدوهم وتحتفظوا بهم في الثلاجه حتى ديرهم بحال هكايا الحريره، ولا حتى هما من يعني ما نضيعوهمش. صافي بحال هكايا بعد ما فصلت هاد الصدر نتوما كما كتشوفوا غادي ندوز نقطع الرجل حتى هي. نجي لهاد البارتيه هادي باش نفرقها على هاد العظم. راه الدجاج ساهل كما قلت لكم سهل في الطياب، وانما خصنا ضروري نديروا ليه شي تتبيله تكون كتعاون باش يجي فتي. هاد الرجيله هادي شويه كما كتشوفوا معايا هي كتكون قاصحه، ولكن غادي نوريكم كيفاش غادي نبقى نفلحوها بحال هكايا. نفرقوا اللحم على العظم باش ملي كطيب ما يبقاش من الداخل مازال فيه الدم باش يطيب كامل بهذه الطريقه هذه. وغادي ندورو على العظم حتى كنحيدو عليه اللحم، نتفرقوه على اللحم. ها نتوما كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه باش كيجي ساهل في الطياب. صافي غنكمل الكميه اللي عندي كامله ونتلاقاو. هاد المره هاد الصدر هذا غنقطعوه هكا بشكل طولي العكس ديال الاول. ونجي لهنا عاوتاني باش نفصل هاد العظم هذا. الرجل حتى هي بنفس الطريقه درت الاولى، راه ساهله الطريقه ما كتحتاجش يعني بزاف ديال الخدمه. المهم هو نفرقوا اللحم على العظم باش ما يبقاش لينا فيه الدم يعني ما دخلش عليه الطياب. صافي دابا ندوزو باش نشرمل. صافي غادي نديرو في هاد البانيو هذا كما كتشوفو ونشرملو باش نخليه هنايا يشرب مزيان ديك التتبيله ديالو. صافي غادي نضيف عليه واحد البصله والربيع. هاد البصله والربيع كيعطيه واحد المذاق زوين صراحه. نحاول نرقق شويه البصله باش تبقى لاصقه ليا في اللحم ملي بدا يتشوى كيعطي واحد المذاق زوين.
الربيع غنقطعو غير بحال هكا، يعني ماشي بالضروره نقردو في الكراده. صافي غنكتفي بهاد البصيله هادي، حيت عندي انا درت غير دجاجه وحده، كون كانوا جوج ولا نقدر ندوبل مثلا بحال هكا ندير واحد جوج بصلات. الدجاجه هادي صافي كافياني ليها هاد البصله، وغادي ندير عليها الربيع. كما شفتوا راه درتو رقيق كما كتشوفوه، الربيع حتى هو نحاول نديرو شويه رقيق. انا درت غير قزبور هو اللي كيتواتى مع هاد الدجاج، معدنوس شويه لا. كما قلت لكم غتشوفوا يعني التوابل اللي كندير طبيعيين عادي، داكشي ما كندير انا لا داكشي ديال الصوجة لا دانون لا حتى شي حاجه. وبهاد التتبيله هادي كيجي واحد الدجاج رائع، ما تشبعوش منه، جربوه وردوا عليا الخبار. ساهل ما كيحتاج لا وقت لا حتى شي حاجه. هو كما قلت لكم الدجاج ضروري بحال كتغسلوه ويبقى في الثلاجه واحد المده عاد باش كيكون فتي. صافي غادي نضيف التوابل ديالي، ندير الخرقوم، غادي ندير الابزار، الحر على حسب الاختيار، ندير غير شويه، ندير شويه ديال السكينجبير، شويه ديال هذا ديال التصفيره او الملون الصناعي. صافي وغادي نجيب ندير شويه الزيت حتى هي نكثر شي شويه، ماشي الا غتخلط ليا هاد الكميه ديال التوابل. الا لاحظتوا معايا راه ما درتش الملحه، حيت اللحم غسلته بالملحه وغادي يكون مالح، وراه درت ليه الملحه وبقى في الثلاجه فيه الملحه، عاد عاودت غسلته يبقى مالح، داكشي باش ما زدتش الملحه. صافي غادي نكتفي بداكشي باش غسلت. غادي نضيف الكمون، صافي غنضيف غير شويه حتى كيطيب، عاد كنزيدوه ونخلط مزيان، ندخلو ليه التوابل مزيان في اللحم. شي اللي قلت لكم على اللحم اللي كيتفلح بحال هكا كما كتشوفوا، كله كيدخلوا دوك التوابل. صافي من بعد ما تبلتو كله مزيان بحال هكا، غادي نجيب واحد البطا اللي تكون كتسد، غنديرو فيها ونسد عليه حتى كنبغي نطيبو ونجبدو، كنلقاه صافي راه دخلات وديك التتبيله. صافي هذا هو الدجاج ديالي من بعد ما طاب كما كتشوفوا محمر، صراحه كيجي رائع ما شهيتكم فيه، جا غزال 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 كما قلت لكم، بنين لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. كما قلت لكم ديروا هذه الطريقه للدجاج اللي غديروا مثلا بحال كيف شويه او في باي طريقه بغيتوا تشوفوا بها الدجاج، ديروا هذه التتبيله اللي وريت لكم وديروا هذه الطريقه هذه باش تخلوه في الثلاجه، راه كيجي صراحه رائع رائع رائع، كيخد طياب وكيخد حقه في الطياب، وكي يعني كيعطي واحد اللون ذهبي وحتى بنين في الماكله ديالو بديك التتبيله، وكيجي فتي. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، الا عجبكم ما تنساونيش من لايك، والا كنتو مازال ما مشتركينش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.